سيداتي سادتي السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم. اليوم ندير هذا الفيديو باسكو الدعوه راهي بكل صراحه يعني ما تشكرش على لو ماتش اللي راهو جاي كونتر الكامرون لو 25 مارس ان شاء الله. هضرنا على الاربيتر هذاك اللي راحي يربيتري المقابله باللي سي تان اربيتر ريبو الي يعني حطوه بالعاني باش ياربيتري الالجيري. وانا واش خوفني بكل صراحه، سي بور سا درت الفيديو هادي، خوفني لي زاربيت تاع لو فار. لي زاربيت تاع لو فار سي سون دي اسبانيول، و اون سو مومون الدعوه راهي ماشي مليحه مع اسبانيا. اسبانيا راهي تضغط على الجزائر باش تحل لو فامو تويو هذاك اللي غلقناه اللي رايح يجوز على المروك، راهي تضغط على الجزائر، والجزائر بيان سور عندها مواقف، وحنا المواقف تاعنا ثابته، حنا جامي نخدعوا نوزالي. دونك لالي تاعنا نيميرو 1 سي لا روسي، وهذا الضغط هذا اللي راهو جاي من اسبانيا. اسبانيا يعني بكل صراحه على بالكم باللي اسبانيا يحكموا فيها ان لوبي، لو لوبي معروف شكون هو، سي ان لوبي سيونيست اللي يضغط على اسبانيا، باسكو اسبانيا ما عندهاش حريه تامه. لو لوبي سيونيست في اسبانيا عنده دور كبير، دونك راهم دايرين الضغط على الجزائر. وانني خايف هاد لي اسبانيول اللي حاكمين الفار يحكموا الفار في لو ماتش الي في الكاميرون كاش ما يديروا لنا كارثه. وباش نقول لكم يعني هذا لو شوا هذا ني با فورتوي يا الخاوه، لو شوا هذا تاع الاربيتر هذا اللي حطوه كي 43 زون اي ابري لو ماتش يفا بارتي اون روتريت، سي با يعني دو سامبل ازار. وهاد لي دو زاربيت دو فار اسبانيول سي با دو سامبل ازار. حنا نطلبوا لربي يعني يكون معانا، وان شاء الله بالماضي مالغري انا درت عليه دي فيديو جو لو كريتيك سي مون بلان دروا، يعني دير خطه يعني خطه ثابته وين نقدروا نربحوا ان شاء الله الكاميرون، ولا نديروا ان نول نجيبوا ان ريزولتا برو بون من الكاميرون. جو بونس كي فا فير ان 3-4-3 يعني بكل صراحه، هذا هو لو سيستيم دو جو اللي يقدر يديروا بالماضي باش يبلوكي الكاميرون. 3-4-3 حساب لي جوار اللي جابهم. وانا درت هاد لا فيديو بور دينونسي جوستومون هاد هاد لي كوليس تاع لي داروهم لنا باش يجيو يحطونا ان اربيت باري اي دي اسبانيول في الفار. شوفوا في الماتش الروتور حطوا في الفار دي زالمون، وتعرفوا باللي لي زالمون اللعب معاهم ما كاش، سي دي les Allemands c'est des gens يعني qui sont intransigeants et très corrects. Donc qui حطوا des Allemands c'est pour protéger l'équipe camerounaise، وحطونا des Espagnols qui peuvent nous faire un sale coup. ان شاء الله راني غلط في le jugement تاعي. حنا نطلبوا باللي الفريق الوطني يتغلب على الكاميرون في 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 جابوما، ونطلبوا له يعني النجاح ان شاء الله. وهاد لي زاربيت هادو تاع لو لاربيتر برينسيبال اي لي زاربيت دو فار يعني بكل صراحه خوفوني. ولي اسبانيول راهم يدغلوا يديروا الضغط، داير لو لومباسادور الجيريان عيطوا له لي زوتيريتي الجيريان دخل، وهذه يعني باللي كاين يعني كيما يقولوا ان براد فير اونتر ليسبان اي لو اونتر لالجيري ليسبان اي لالجيري نو سو لاسرا با فير، باسكو لالجيري ال ديفونسي برينسيپ و لي برينسيپ تاع الجزائر. يعني الجزائر صراحه في السياسه العالميه السياسه الدوليه جامي تبدل المواقف تاعها، عندنا مواقف ثابتين، حنا ما نخدعوش، حنا نوزالي اون ليزا توجور يعني ايدي اكسيتيرا، عندنا حاجه مليحه
on changera jamais nos principes. Bon, entre le LEF CS et Dakhiliya, on a quelques années un manque depuis 62 jusqu'à présent sur le contexte international, l'Algérie n'a jamais changé ses principes. Voilà où je habite une goulcom. Je vais faire une vidéo justement à l'arbitrage, les choufs, les Espagnols. Inch'Allah, on va faire le jugement de les arbitres, ils vont arbitrer correctement. Espérons-le. C'est ce que je veux. Mais ce qu'il y a, un grand point d'interrogation, c'est qu'on a un arbitre pareil et les Espagnols font le voir. C'est ce que je habite une goulcom. Ou pour votre information, il y a un bras de fer en ce moment entre l'Algérie et l'Espagne, où l'Espagne talbet bach zama nhallou le tuyau hadak ta li jouz al Maroc, ou l'Algérie ma tahallouch bach zama bach yani nkhdou rous. L'Algérie tabta fi les principes taha, elle changera jamais sa conduite. Voilà je habite ngoulkom. Je vous remercie de m'avoir écouté. Wassalamu alaikum.